كنا منتظرين. بالنسبة برضو هنروح بقى الموضوع الرئيس السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد الجزئية الخاصة بحقوق الإنسان وأيضا الأقباط والأقليات في لقائه مع الكونغرس. لو برضو حضرتك تدينا تعليق وتعقيب ورؤية، كان ماذا حدث داخل الكونغرس الأمريكي بالنسبة لهذا الشأن، حقوق الإنسان والقضية القبطية؟ يعني رئيس السيسي تقابل مع عدد كبير من أعضاء الكونغرس، تقابل مع رئيس مجلس النواب بول راين وكل وأعضاء مجلس أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكل هؤلاء أصدروا بيانات بعد لقاءاتهم بالسيسي. هناك بيانات كانت يعني جيدة وفي صالح الرئيس السيسي، وبيانات أخرى كانت تنتقد بشدة سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والتقييد على منظمات الغير حكومية، وكان ملف الأقباط من ضمن النقاش حول حقوق، كان يمكن أبرز اللي انتقد بشكل علني كان السناتور ماركو روبيو، وكلم بشكل علني جوه مجلس النواب عن حقوق الإنسان في مصر، وقال إن يعني القدرة أو سجل حقوق الإنسان في مصر في أسوأ حالاته ويثير القلق، وركزوا بشكل أكبر على المصرية الأمريكية آية حجازي المحتجزة منذ عامين وتواجه قضية أمام القضاء. لماذا أثيرت قضية آية حجازي بالتحديد يعني بالاسم؟ لأنها مصرية أمريكية وفق القانون، أي مشرع أمريكي حتى يعني بيتم التدرج تعرض أي مواطن أمريكي لأي شيء في أي بلد آخر بتسرع حكومة الولايات المتحدة بالنظر في هذا الأمر، سواء من تبدأ من السفارة الأمريكية ثم الخارجية الأمريكية ثم الرئيس الأمريكي نفسه. تمام. لأنها أمريكية الجنسية بيتم التطرق، هل قامت بجريمة ما، هل تواجه محاكمة عادلة، هل الإجراءات القانونية سليمة، والجانب الأمريكي بيفضل وراء قضيتها على أساس أن هي مواطنة أمريكية ملتزمين قانونا أنهم يروا ما هي قضيتها وملابستها ومساندتها ومحاولة يعني متابعة قضيتها ومعرفة ما إذا كانت مذنبة أم بريئة. طب هل كانت هناك أي وعود؟ أيوة تفضل. كان رد الرئيس السيسي واضح، أن في النهاية القضاء المصري مستقل، أو يعني هذه هي نفس كلماته، أن القضاء المصري مستقل وأن قضيتها ما زالت ماثلة أمام القضاء وسينظر في قضيتها. نعم. وسيصدر حكمه، ففي النهاية أنه يعني لا يستطيع ممارسة أي ضغوط على القضاء المصري. تمام. وبالتالي هي قضية سيحكم فيها القضاء. طيب بالنسبة للقضية القبطية برضو، يعني هل كان في، حضرتك كنت ذكرتي أنه من خلال التقارير والأخبار اللي بتنتشر برضو في الصحف الأمريكية وأيضا التقارير اللي بتروح للأعضاء الكونغرس المسؤولين على الأقليات عارفين ما يحدث بالنسبة للأقباط في مصر، كيف كان الحوار، يعني كيف جرى الحوار في هذا الشأن بالنسبة للقضية القبطية وما يتعرض لها؟ تم التطرق ليها بالطبع، تم التطرق للقضية القبطية وما يحدث، وكان الرئيس السيسي أيضا أنه صر على فكرة المواطنة وأن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات، لكن أصر على فكرة كيف نغير العقلية، كيف نواجه الإرهاب، كيف نواجه الأفكار المتطرفة، ليس فقط بالسلاح وإنما مواجهة هذه الأفكار. وربما ألقى بالكرة مرة أخرى في ملعب الكونغرس الأمريكي بتشجيع على إدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية باعتبارها الأيديولوجية التي اشتقى منها السلفيين وغيرهم من الجماعات المتطرفة، هذه الأفكار المضادة لفكرة المواطنة وفكرة قبول الآخر والاستقواء على الأقباط في مصر. هو في النهاية أبدا هو موقفه هو أن الجميع متساوون أمامه وأن في النهاية كلهم مصريين، لكن كيفية تنفيذ أو كيفية حماية أو كيفية يعني الظهور بمظهر أن هناك بالفعل تطبيق للقانون وهناك بالفعل مساواة ومواطنة كاملة، هي التحدي التي تواجه إدارة الرئيس السيسي داخل مصر.
تمام. المسألة أن الزيارة كانت ناجحة للغاية، تم التطرق لنقاشات ما بين وجهات نظر تتقارب وقضايا أخرى يعني تشهد نوع من الخلاف، لكن في النهاية سيبقى على الحكومة المصرية أن توضح لي يعني بعد هذه الزيارة الناجحة ماذا قدمت مصر من وعود وما أوفت منها، ماذا كيف ستستمر أو يعني ستقدم من خطوات أخرى في مجال الإصلاح السياسي وأيضا الإصلاح الاقتصادي. هذا هو التحدي الذي تواجهه مصر بعد هذه الزيارة الناجحة. يعني سيظل الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية تنظر بعين الترقب إلى مصر، ماذا أنجزت وماذا حققت، وأيضا في إطار طبعا تجديد الخطاب الديني وقضية الأقباط، يعني هيكون في متابعة برضو. طبعا بالطبع في تمام. متابعة، لأن تمام. من القيم الأساسية لمنح أي من المبادئ الأساسية لمنح مساعدات لدولة أخرى هي أن تكون هذه الدولة تسير على طريق الديمقراطية، أن يكون هناك مجال لحريات الشخصية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وعمل منظمات المجتمع الدولي. فهي ليست نوع من الرفاهية من جانب الأمريكي أنه يناقش هذه القضايا، وإنما نوع من المبادئ الأساسية في منح مساعدات لأي دولة أخرى. طيب، هناك تراجع بشكل واضح بالنسبة لإدراج الإخوان جماعة إرهابية في أمريكا، طلب من رئيس من العاهل الأردني الملك عبد الله بأنه يعني يتركوا هذا الأمر، كان برضو طلب إسرائيلي، فمن الواضح كده أنه هذا الأمر سيتم. لا، ما كانش طلب إسرائيلي، هو مش طلب إسرائيلي، هو كان خبر بيقول يعني أنه في حد من الإدارة الإسرائيلية، يعني ده كان كتب في الصحف المصرية، يعني لا أعلم إذا كان له صدى في أمريكا لا، ولا لا. أنا بتابع بشكل يومي، ما كانش في أي طلب إسرائيلي، إنما كانت ضغوط أو الطلبات مقدمة أو المشاورات في هذا الأمر من جانب تركيا والأردن وتونس والمغرب. هذه طيب. الدول الأربعة هي التي يعني ضغطت بشدة فيما يتعلق بملف إدراك وبالتالي الجماعة الإرهابية. والنتيجة ليه؟ خلينا الأول نقول ليه؟ لأن عدد كثير طيب. من المنتمين لهذه الجماعة من أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة، حوالي صحيح. عدد كبير من أعضاء صحيح. البرلمان الأردني من المنتسبين لجماعة الإخوان، وأيضا في والمغرب. الحكومة المغربية، نعم. وأيضا في تركيا. فهناك ضغوط. المسألة هنا أن يعني الجماعة الإخوان المسلمين إحنا بننظر لها على أساس أنها الجماعة المصرية، لكن هناك جماعة إخوان مسلمين في كل منطقة الشرق الأوسط وأيضا في أوروبا، في لندن، في برلين، وهنا داخل الولايات المتحدة، ولها قدرة كبيرة على ضخ الأموال واستمالة المراكز البحثية الأمريكية واستمالة الصحف الأمريكية لجانبها، وأنها جماعة نبذت العنف وتقوم بحملة واسعة 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 أيوه. للتصدي لهذا وبالتالي التوجه النتيجة الإدراكي. النتيجة حتى الآن هي أن هناك تراجع، وإن كان وقتيا إنما يعد تراجع. كان في مذكرة داخلية من وزارة الخارجية الأمريكية للبيت الأبيض نصحت بالتريث في إدراج هذه الجماعة أو في اتخاذ هذه الخطوة. نعم. لنقطتين، النقطة الأولانية ما يتعلق بالعلاقة مع هذه الدول الأربعة. صحيح. الأردن لأنها سيشوب العلاقة نوع من التوتر إذا تم تركيا إدراج والأردن الجماعة وتونس والمغرب اللي لسه حضرتك قايلاهم. تمام. بالضبط. من جانب النقطة الأخرى، آخر من جانب آخر إن سيظهر الرئيس ترامب وكأنه يعني رئيس يعمل ضد الإسلام. إحنا بنرى في الإخوان أنهم جماعة إخوان، لكن هنا في الولايات إرهابية المتحدة يرون أنهم مسلمون، وبالتالي نعم. سيكون كأن سيبدو رئيس ترامب بتاريخه وبالمراسيم التي يعني أصدرها في السابق، ثم هذا التصوير سيبدو وكأنه معادي للإسلام بشكل خاص. صحيح. للأسف هناك يعني تراجع إلى حد ما، لكن القضية لم تنتهي. يعني ربما يكون تراجع مؤقت، من الصعب التنبؤ بالتحركات التي يقوم بها الرئيس ترامب. ربما يكون تراجع مؤقت ثم يقدم على هذه الخطوة. لنرى. ننتظر ونرى. لنرى.
تمام، بشكرك جدا استاذه هبه لكل هذه الايضاحات، سواء بالنسبه لل يعني التوضيحات من الجانب الامريكي بالنسبه للضربه العسكريه اللي قامت بها امريكا ضد سوريا، وايضا طبعا الجزء الخاص بلقاء الرئيس السيسي باعضاء من الكونجرس وما تم يعني مناقشته، وايضا لماذا تم ارجاء الحوار او الكلام حول ادراج الاخوان جماعه ارهابيه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه في الولايات المتحده الامريكيه في هذا الوقت. طيب.